كانت تصريحات يعني طبعا وليد وليد الرجراجي. محمد محمود يعني طبعا حضراتكم عارفين ان حصل مشكله ما بينه وما بين موسيماني، مش مشكله يعني حاجه، محمد كان لعب كويس ماتش سيراميكا، نزل وتسبب في ضربه جزاء وكان شايف ان هو المفروض يبدا الماتش اللي بعديه، لما لقى نفسه ان هو مش هيلعب راح اتكلم مع موسيماني، ولما موسيماني يعني اتكلم معاه قال له ان انت مش جاهز ان انت تلعب. محمد محمود يعني كان غضبان وصوته عالي وكان يعني بيقول انا من حق ان انا العب وكل الكلام ده كله، وطبعا وترتب على هذا الموقف ان موسيماني استبعد محمد من المباراه الاخيره امام انبي من قائمه المباراه بالكامل. طبعا محمد واحد من اللعيبه المميزه جدا اللي كان غير محظوظ بالاصابات اللي جات له ورا بعض، وكانه يعني خد عين من اول ما راح الاهلي. يعني فعلا محمد على فكره من اللعيبه اللي لو هو فت وتوب فورم هيبقى من افضل اللعيبه نمره 8، لانه لعيب مختلف، لعيب بيعرف يصنع اللعبه من مناطق من 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 من, من مناطق بدري في الملعب، ومش سهل تلاقي اللعيب ده. بلس ان هو وهو فت عنده قوي في الكرات المشتركه وفي الكور في الحاجات اللي فيها ماتشات اللي محتاجه قوه بدنيه هتلاقيه، وبيعرف يدافع بشكل كويس. وانا بقول ان اصابته يعني اثرت على الاهلي، لان الاهلي ما عرفش يستفيد منه لغايه دلوقتي بشكل كويس. وفي نفس الوقت انا بقول لكم ان هو مثلا في خطه كيروش في الاربعه ثلاثه ثلاثه وهو فت كان ممكن يكون واحد من افضل اللعيبه اللي يقدروا يخدموا طريقه اللعب دي. طبعا عايز اعرف شويه اخبار اكتر عن الموضوع من صديقي العزيز وكيل اللاعبين طبعا وواحد من اشهر وكلاء اللاعبين في مصر نادر شوقي. نادر مساء الخير. ميدو ازيك وبارك ايه؟ كويس؟ عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله. انا شايف ان انت تمرين وجيم وشغل عادي. بقلدك. لا والله ده انا خلاص انا سايب الدنيا خالص. نادر الحمد لله تمام وانت كمان. نادر يعني قول لي الموقف اللي انا قلته صح ولا لا، يعني حصل هل فعلا حصل موقف ما بين محمد وما بين موسيماني؟ محمد يعني كان بيتكلم مع المدير الفني وكان غضبان ان هو ما شاركش بشكل اساسي، قول لي ايه اللي حصل. بص يا ميدو عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. محمد محمود ولد مؤدب جدا ولعيب مهم جدا، وانا مش عارف هو ليه قال الكلام ده دلوقتي. محمد محمود راجع من الاصابه، طبيعي جدا ان هو ياخد وقته، طبيعي جدا ان هو يبقى ان شويه واوت شويه. من النادي الاهلي ما صرحش باي حاجه، والولد ما صرحش باي حاجه، ولقيت الدنيا كلها بتتكلم ان محمد محمود عمل 1 2 3 4. ف ايفن حتى لو حصل او ما حصلش يا ميدو، طالما ما طلعتش من اي جهه فانا ما اقدرش اعقب على حاجه زي كده، لان ده عنده بدايه الولد ملتزم في تمرينه وما فيش اي حاجه صدرت منه، ولا مثلا ما راحش تمرين ولا طلع من النادي بيشوح، ما فيش الكلام ده خالص. هو نادر هو بص اصل يعني انا كراجل بتاع ميديا بنقل لك صوره، بقول لك حاجه ان في كلام معين بيبقى النادي الاهلي ولا مخرجه. انا بقول لك ان يعني طبعا مش مخرجه بشكل رسمي، لكن خارج يعني الخبر خارج للسادة الصحفيين ان في انسيدنت حصلت وماشي. اوكي انت بتقولي انا مش هقدر اعلق عليها لان مفيش حاجه خرجت رسمي، لكن انا بقول لك ان الخبر خارج من النادي الاهلي بهذا الشكل. تاني بص ما خرجتش رسمي، بس انا عايز اقول لك حاجه، هو محمد محمود متواجد ده، محمد محمود من 3 شهور ما كانش متواجد، صح ولا مش صح؟ طبعا. فبالتالي هو دلوقتي لما بيبتدي يخش واحده دي حاجه ما تزعلش حد، وحتى ايفن لو هو زعلان لا وما يزعلش، هو هيجي له الوقت وهيجي له الوقت اللي هو يظهر فيه. يعني انت قلت له كده يا نادر، انت اتكلمت معاه وقلت له ما تزعلش اصبر وقتك هيجي؟ طبعا. على فكره هو جاله كذا عرف في يناير. بص السيناريو بتاع محمد محمود ما ينفعش يطلع غير لما يكون واقف على رجليه اذا النادي الاهلي مش عايزه، لكن ما ينفعش يطلع يقف على رجليه في حته ثانيه بعد اصابتين. فاهم قصدي؟ ده كان وايز ديسيجن. فهو دلوقتي كده ولا كده دخل ولعب ماتش سيراميكا وساهم في ان النادي الاهلي يتعادل، فاوريدي هو هيبقى ليه دور، فاحنا مش مستعجلين على حاجه، لسه في دور كامل، لسه في الاهلي بيخش بطولات كتير، فحاجه ما تزعلش. هو بيتمرن كويس بشهاده الجميع، يعني الناس كلها بتقول ان هو بيتمرن كويس، فبالنسبه لي اتس ماتر اوف تايم هيخش، لان هو لعيب كبير وهياخد وضعه في النادي الاهلي، وانا واثق من حاجه زي كده.
لما اتكلمت على اكرم قبل كده قلت لك هيبقى رقم واحد، محمد محمود هيبقى رقم واحد برضه، انا مش مستعجل عليه خالص. طب هل نادر، هل لو رجع بيك الوقت وعروض الاعاره كانت موجوده، هل انت شايف ان كان محمد كان ممكن يكون من الافضل ليه ان هو يروح فريق؟ لان ساعات الاعاره في وقت من الاوقات بتبقى انقاذ للعيب، خاصه اللي راجع من الاصابه، خاصه اللي محتاج وقت ان هو ياخد رتم الماتشات مره تانية. هل لو رجع بيك الوقت هتفكر في فكره الاعاره، ان هو كان ممكن ان فكره الاعاره تخليه ان هو يجهز بشكل اكبر للموسم القادم؟ لا طبعا خالص، لان انا اكتر واحد بؤمن بالاعاره. انا اشتغلت في الجونه بالعاره، واشتغلت مع اللعيبه بتاعتي بالعاره، حتى ايفن عمرو زكي لما طلع عاره. لكن الكيس بتاعت محمد محمود ما كانش ينفع فيها العاره. محمد محمود لما يروح نادي لازم يروح كبير، فاهم قصدي؟ ما ينفعش ان انا رايح عشان نادي وقفه على رجليه وهو لسه راجل، لا مش السيناريو ده بتاع محمد محمود. فمحمد محمود لو النادي الاهلي مش عايز او مش محتاجه او عايز يجهزه، يروح كبير النادي التاني، يروح يلعب في النادي التاني. فلا طبعا، لا بالعكس انا مش ندمان على القرار ده خالص، وهو كمان كان مقتنع بالكلام ده جدا يعني.